طيب، بما اننا لسه بنتكلم عن وزاره الزراعه وشغلها، سواء بقى في تامين الثروه الحيوانيه او الثروه الداجنه، وتحديدا في الداجنه ما فيش كلام دلوقتي غير على ارتفاع اسعار البيض، موضوع عامل حاله جدل كبيره. ايه السبب في الارتفاع العجيب ده؟ طيب امتى يحصل استقرار ونزول في السعر؟ طيب هل في اي مبررات ملحوظه؟ يعني على كل الاحوال احنا بنتكلم دلوقتي عن خطوه مهمه تم الاعلان عنها، لانه هيحصل مذكره تفاهم، توقيع مذكره تفاهم ما بين اتحاد منتجي الدواجن ووزاره الزراعه ووزاره التموين ووزاره الداخليه، الكل بيحاول ان هو يحل هذه الازمه. في تصريحات كمان مهمه من دكتور محمود العناني، ده رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قال ان اسعار البيض تراجعت وهتستقر في المزرعه عند يعني 45 او 46 جنيه للكرتونه، ده في المزرعه، لما توصل للمستهلك هتبقى الكرتونه بحوالي 50 جنيه. وقال ان الاتحاد هيقدر ان هو يورد حوالي 750 الف بيضه في اليوم. وقال كمان ان مصر، وهذا برضه مش مفهوم، قال ان احنا عندنا شبه اكتفاء ذاتي. طيب منين جه الارتفاع في الاسعار بالشكل ده؟ فهو اضاف برضه نقطه، قال ان المشكله كده مش في الانتاج، لكن المشكله في التوزيع. في برضو كلام كتير بس خلينا نناقشه مع استاذ احمد نبيل، موجود معانا على تليفون، نائب رئيس شعبه بيض المائده بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على السلام. اهلا وسهلا. يعني هي علامات استفهام كتيره الحقيقه، بس المهم امتى الموضوع ده يخلص؟ يعني امتى الاسعار البيض يعني ترجع لمستواها الطبيعي، والازمه دي تتحل ازاي وباي شكل؟ هو يا فندم، هو حاليا في استقرار في الاسعار نسبيا مع استقرار البورصه العالميه. في حاله الزياده هيبقى في تكلفه زياده على ما هو الاستقرار في الاسعار ده هو نفسه اغلى من السعر الطبيعي اللي كان قبل كده، يعني احنا مستقرين على السعر العالي دلوقتي، لكن نرجع للسعر الطبيعي امتى؟ في حاله استقرار البورصه العالميه يا فندم. بعد جائحه كورونا حصل انكماش في الانتاج العالمي لخامات الاعلاف بالنسبه للدواجن. مش احنا بنقول عندنا اكتفاء شبه ذاتي من مساله الدواجن والبيض؟ ايوه فندم، في فرق ما بين الاكتفاء الذاتي من المنتج نفسه ومن مدخلات المنتج. احنا بنستورد 90% من كمات الاعلاف بالنسبه للدواجن. هي دي مشكله في حد ذاتها، ان الخامات عالميا زادت. فعدم استقرار الخامات عالميا بيؤثر على الانتاج الداخلي بتاع جمهوريه مصر العربيه من الدواجن والبيض. طيب احنا دلوقتي ما قدرنا نتحرك اهو، يعني بنتكلم انها توصل ل 50 جنيه، فسبب الحركه او النزول ده ليه؟ ما دام قدرنا نعمل حاجه، عملنا ايه يعني؟ دي مبادره من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مع وزاره الزراعه وشركه القبضه وشركه امان بتوفير بيض المائده باسعار المزرعه دايركت للمستهلك على طول. نقدر نعمل الكلام ده او هيكفينا قد ايه في وقت يعني؟ المبادره واللي هيطرح، احنا بدانا التنفيذ فعلا. يعني احنا بدانا التنفيذ من كذا يوم فاتوا مع شركه امان، وبدا التنفيذ مع الشركه القابضه من النهارده، ومن بكره مع منافذ وزاره الزراعه بالكامل. بكره مع منافذ وزاره الزراعه. تمام يا فندم. واللي بداتوه من ايام ده كان المردود ايه؟ لاني برضو بسال على النقطه دي، لان الواضح ان الناس برضو غضبانه، خاصة مع المدارس، فقالوا لا احنا هنقاطع بقى، يعني كده احنا مش فاهمين ومفيش اي مبرر مقنع. فقول لي يعني الناس تعاملت ازاي مع الموضوع؟ والله هو كان في اقبال شديد على عربيات امان في كل الميادين اللي نزلت فيها العربيات. انتوا نزلتوا فين يا فندم؟ نزلنا في ميدان الجيزة والعباسية، شركة امان مش احنا يا فندم. وردنا لشركة امان، وشركة امان نزلت عربيات في كل الميادين العامة للترقب. وردتوا قد ايه لشركة امان؟ خدوا مننا اول، يعني دي اول دفعه اتسلمت في حدود 1000، في حدود 30000 بيض. هو احنا الاستهلاك بتاعنا الطبيعي قد ايه؟ احنا انتاجنا يوميا من انتاج بيض المائده حوالي 800000 طبقه يوميا. يوميا ودول احنا على استعداد لتوفير اي كميات مطلوبة مننا. اصل الرقم اللي بتقولي ده بمقارنة بانتاجنا واكيد باستهلاكنا كمان، فيبقى رقم برضو لسه محتاجين مضاعفة الاعداد بكتير. ما هو يا فندم بيض المائدة ما بيستهلكش بس استهلاك منزلي، ولكن ده بيخش في صناعات كتير. ولكن الاستهلاك المنزلي لا يشكل من الانتاج اليومي بالنسبة للمحطات البيض
اكتر من 20-30%، والباقي بيخش في صناعات مختلفه. دلوقتي ياخد رايك في حاجه يا استاذ احمد. دكتور محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن قال ان الاتحاد دلوقتي شغال ان البيض يدخل البورصه السلعيه، وان ده لو حصل هيبقى فيه سيطره او تحديد سقف سعره يعني. فمعنى كده يعني قولي برضو تعليق حضرتك ايه في الجزئيه دي، لانه واضح انه حركه السوق عندنا او البعض ممكن ان هو يبالغ، فان احنا ندخله البورصه عشان نقدر بس ايه الامور ما تخرجش عن السياق. والله يا فندم هي خطوه كويسه طبعا، لان احنا عندنا قياده واعيه والحمد لله. الحمد لله احنا ما فيش اي نقص لاي سلعه غذائيه حصلت في ايام الجائحه والكلام ده، لان كله متوفر الحمد لله. ولكن بدخوله للسلعه طبعا هتنضبط الاسواق، لان هو بيتنفس في المزارع ب 46 وبيوصل للمستهلك باسعار باهظه طبعا. ولكن فبتقول البورصه السلعيه هيحصل كنترول وسيطره على الاسعار. طب دلوقتي كرتونه البيض الايام الجايه هتبقى بكام؟ في منافذ امان وشركه القبضه هتنزل بفارق بسيط بحوالي 50 جنيه او 49 جنيه تقريبا. وفي المحلات هتفضل بكام؟ لا انا ماليش يعني الاتحاد العام ملوش دعوه، انا ملوش سيطره على المحلات يا فندم. لا ما انا عارف، ما انت بتشتري وعارف برضه او سامع الاسعار في المحلات هتفضل برضه. انا منتج فما بشتريش بيض يعني. انا يا بختك يعني. لا بس ما هو لما نبقى المنافس قدرنا نخليها ب 50 جنيه، فالمحلات لو تفضل عامله ب 60 و70 و80 والاسعار الغريبه دي يبقى في حاجه غلط. ما هو طبعا يا فندم، ما هو طبعا، ما بس طبعا لما هيتوفر في المنافس بالاسعار دي هيحصل طبعا يعني تراجع للاسعار بالنسبه للاماكن الاخرى يعني. لما نقدر نزود برضو في المعروض فيعني نقدر نسيطر. ماشي يا فندم، شكرا جزيلا استاذ احمد نبيل نائب رئيس شعبه بيض المائده بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن.